بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لا زال سياق الآيات في ذكر غزوة أحد وما جرى فيها على المسلمين من مصيبة. فالله جل وعلا قبل هذه الآية يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ففي الآية السابقة يطمئن الله المسلمين أنهم يثبتون على دينهم وعلى إسلامهم ولو مات نبيهم أو قتل، فإن الدين لله عز وجل، وهذا النبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فلا يرتبط الدين بحياة النبي، وإنما يستمر إلى أن تقوم الساعة، لأن الدين لله. وفي هذه الآية يذكر الله المسلمين ويسليهم بما جرى للأنبياء وأتباعهم من قبل، فيقول: كأي بمعنى كم الخبرية، أي كثير من الأنبياء ممن كان قبلكم قاتل الكفار، وهذه سنة إلهية، أن الله سبحانه وتعالى يأمر الأنبياء وأتباعهم بقتال أعدائه الكفار، وهي سنة مستمرة. قاتل معه ربيون كثير، أي معه أتباع يتبعونه ويقاتلون معه. وربيون جمع ربي منسوب إلى الرب وهو الجماعة، فربيون يعني جماعات كثيرون، ولهذا قال: ربيون كثير يقاتلون مع نبيهم فلكم فيهم أسوة أن تقاتلوا مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أصابكم شيء فإنكم تصبرون على ذلك كما صبر من كان قبلكم. ولهذا قال: فما وهنوا لما أصابهم. الوهن هو الضعف، أي لم يحصل في قلوبهم جبن وخور عندما يصابون من عدوهم، بل يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم. وهذا تذكير بما حصل للصحابة من القرح والنكبة على أيدي المشركين في وقعة أحد، في أن هذا لا يضعف من عزيمتهم،
كما أنه لم يضعف من عزيمة إخوانهم أتباع الأنبياء السابقين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. فهذه المصيبة وهذه المشاق كلها في سبيل الله عز وجل وفي طاعته. وإذا تذكر المسلم هذا فإنه يهون عليه ما أصابه، لأنه في سبيل الله عز وجل. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، ما ضعفوا أمام عدوهم، بل أظهروا القوة والشجاعة والثبات رغم ما أصابهم من الهزيمة أو أصابهم من النكبة. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، ما استكانوا للعدو وأظهروا له الذلة والخوف منه، وإنما زادهم ذلك قوة وصمودا أمام عدوهم، لأنهم يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، فهم على خير. إن أصيبوا فهذا في سبيل الله، وإن أصابوا فهذا أيضا في سبيل الله، وهو دحر لعدوهم، فهم غانمون على كلا الحالتين. ولهذا قال الله لنبيه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله وإما الجنة. فالمسلمون على خير مهما أصابهم، فإنهم في كلتا الحالتين، حالة النصر وحالة المصيبة، هم على خير وعلى أجر عظيم. والله يحب الصابرين، ختم الآية بهذه الجملة العظيمة: والله يحب الصابرين. والمحبة من صفات الله عز وجل، من صفاته الفعلية، فهو يحب عباده المؤمنين، وعباده المؤمنون يحبونه. فهذا فيه حث على الصبر في سبيل الله والصبر على المصائب، فإن الله يحب الصبر ويحب أهله الذين لا تؤثر فيهم الهزات ولا تؤثر فيهم النكسات، لا تؤثر فيهم ضعفا أو خورا، وإنما تزيدهم قوة وصلابة وصبرا في سبيل الله. والله يحب الصابرين، فهذا فيه حث على الصبر عندما يلاقي الإنسان ما يكرهه في طاعة الله عز وجل، فإنه يصبر ويعلم أن الله يحبه على ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.